لكن اداء الاهلي بالعلامه الكامله قدام انبي كان مثار اعجاب، عارفين مين؟ كابتن حازم امام. نشوف الماتش. الاهلي لعب كويس قوي النهارده، لعب كوره حلوه جدا على الارض، والاهلي كان بيلعب مع فيلا كوره حلوه الدور الاول، بس يعني عاجبني انه بسرعه جدا. لكن الاهلي بيبتدي الهجمه كويس، متعب جاب كوره في الدقيقه الدقايق دي، بقى دقيقه 50 يعني الشوط الثاني. يعني دي بص هو طالع بالهجمه ازاي من اولها خالص، لعب في رجل في رجل في رجل، واشتغلوا مع بعض كويس جدا من اول من ورا خالص، من اول ما الهجمه كانت عند احمد فتحي في الباك ليفت، من اول حتى الجول. على فكره دي الجمله الرابعه او الخامسه النهارده. وعاجبني بص برضه بتخلص عند الجون السيف، مفيش زهق، محدش بيألف، محدش عايز يرقص، وهي دي بقى ميزه اللعب اللي هو ايه في الرجل. مفيش حد بياخد اكشن جريء، او ان هو قصدي مش جريء، ان هو عايز يلعب لوحده طق طق ويرجع تاني، فتحي يرجع تاني الشكل ده. انا بحب الكوره اللي هي دي، اللي هي بتبتدي من الهجمه بتاعته دي، بتاعت كابتن عماد اللي جابها من الاول برضه الدور الشوط الاول. هتلاقي اللعب شوط اول شوط تاني هو عايز يشتغل بالريتم ده، ان هو ما نطفش، العب الصح دايما. هنا نمره 6 ونمره 8 بيتحركوا عشان يستلموا في المساحه، الباك اليمين بيزيد. الشكل ده حلو في الكوره.